وضع مؤقت، وضع مؤقت. بس لينتهي تنتهي هالمصيبة، ينتهي هالمرض هذا اللي غافلنا على فجأة، ترجع الأمور زي ما كنا وأحسن كمان. بعرف الوضع مش منيح، بس ما ليش بتيسر ماما، بتيسر. بعدين انت ما تخاف، انت راي على مدرسة حلوة، المدارس الحكومية حلوة، فيها ناس من هون ومن هون بتتعرف، وصفك حيكون فيه اكيد طلاب مناح، وانت حتبدع برضو، اكيد رح تبدع بالمدرسة. وحصص هيك صغيرة وتسلاقي، شفت خالتك كيف حكت ان الموضوع كتير حلو والمدرسة منيحة، مش هيك تعجز وانه خلص لا المدرسة منيحة، هينا وصلنا ماما خلاص تمام. بس واحد بالعادة تعطيني ثلاث. طيب ما أنا بدي أعطيك كمان فراتة. هاي فراتة، هاي فراتة، اشتري أي شيء، ما هي رخيص هون، شوكولاتة أو شيبس. خلص ماما بس بدي أروح المدرسة. شو وين باي؟ لسه الدوام ما بلش ولا بحر الجار. على أي حال إذا صار أي شيء حاكيني. طيب ماشي، انتبه لحالك. خلص بستنى محاضرات الناس هناك. يلا باي. شوف القطعة الجديدة هاي، بس بعدين شكله أشقر من عبدون، شكله ما تلفون. إذا والله أنا ما مسكت تلفون غير على التوجيه. إذا أنا ما مسكتش تلفون غير على إيش حكيت؟ ما سمعت. Thank you.
فارس، كيفك؟ شو أخبارك؟ أمي، أنت؟ تمام، أنت كيف أمورك؟ طمنا عنك؟ أمي زمان عنك، إذا اشتقنا لك. رجع السكن. يلا يسعدك يا رب. شو سمعت إنك منتقد على الحكومة؟ لا ما بقدر ادخلك لانه انت منتقل من عندنا بس مش موجود عندي. اه انت اليوم رح تدفع. اليوم امك رح تدفع؟ طب كيف بدي اعرف انا تحكي معها؟ ما عندي تليفوني. مش موجود تليفوني، طب اعطيني الرقم انا بحكي معها. 079 079 خلص هي الرقم عندي، لحظة استنى شوي فارس. يا ام محمد ايش بدك؟ جاج؟ ليش الجاج؟ طب انا امبارح جايب جاج تنس، شو بدك؟ خالتك وعمتك وامك؟ اسمع يا بنت الناس، وهذا الحكي بتحطش معي كل يوم جاج، انا قاعد وين ايش يفيدني سوبر ماركت انا؟ فش كل 230 ليره يا دوب عايشين يعني ما يصير. ما شو بتساوي عندك؟ لحظه مش معك بحكي، استنى شوي يا محمد، استنى شوي خليك على الخط. وصلتك هون؟ شو جابك هون وليه ما بترد على التليفون؟ شو هاد؟ ليه رعبتني هيك؟ شو هاد؟ شو اللي عم تعمله انت؟ ليش جاي هون؟ بس بدي اشوف مايا.